إيمانا منهم بالمشاركة الإيجابية واعترافا وحبا لقائد البلاد حفظه الله ورعاه، شارك عدد من أطفال محافظة ظفار في احتفالية رائعة جمعتهم على شاطئ الدهاريز بولاية صلالة. احتفالا بعيد الوطني 46 المجيد، ومشاركة أطفال محافظة ظفار بهذه الفعالية عن طريق من خلال جمع أكبر كمية من البالونات، وهي بالونات مميزة بحيث أن تتواجد فيها إضاءة داخلية، واخترنا أن الجو يكون جو مفتوح عام للكل. حبيبتي مهجتي يا كل الكيان، حبيبتي درة فريدة اسمها عماء. حيث تعد الاحتفالية كرسالة حب وولاء وعرفان لباني عمان من خلال الفعاليات التي قدمت على المسرح الشاطئي، وبتجميع ما يزيد عن 1700 من البالونات المضيئة والمرسوم عليها علم السلطنة. نحن قريبين من فئة من فئات المجتمع وهي أطفالنا الذين هم بالفطرة يوجد بهم حب وولاء لصاحب الجلالة، ولكن أحيانا دورنا أيضا رأينا أن نغرس هذه الوطنية وهذا الحب في التعامل معهم بقرب، فحرصنا أن تكون الفعالية في شاطئ الدهاريز السياحي والمعروف والذي هو دائما نقطة تجمع لجميع العوائل. هذه الفعالية التي تحرص غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار على إقامتها تأتي ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، وكذلك للقيام بدورها التعاوني مع مؤسسات المجتمع المحلي. نهدي الولاء والعفال لجلالة سلطان قابوس المعظم، كل عام وانتم بخير. تجمع رائع، أكبر تجمع للبالونات، الله يحفظ بابا قابوس. رسالة ولاء وعرفان لباني نهضة عمان قدمها أبناء محافظة ظفار في هذه الاحتفالية التي أقيمت على شاطئ الدهاريز. محمد بن بخي، حسون الشحري، ولاية صلالة، محافظة ظفار.